سعيد فتوح رئيس التنفيذي لشركة العبد العام احدى شركات القبض للتشييد والتعمير. فندم يا ريت تكلمنا عن مزايا في البداية، كلمنا عن مزايا مبادرة حياة كريمة، شايف انعكاسها ازاي؟ زي ما احنا قلنا قبل كده دي فايدة لكل الناس، فايدة للناس اللي هم في القرى اللي ما كانش حد سائل عليها ابدا ولا حد دريان بيهم. رايح لهم مية نظيفة وبقوا رايح لهم صرف، وغير المية وفي الصرف في طرق هتتعمل وفي وحدات صحية هتتعمل ومدارس هتتعمل، يعني في مشروعات كتيرة فندم داخلة في المبادرة دي. كل ما غير البنية الأساسية وزي ما بقول لك كل الخدمات اللي موجودة، كل الخدمات اللي أنا ذكرتها دي كلها هتخش فيها. يمكن إحنا كشركة عبد واخدين شغل بنية أساسية بس لحد دلوقتي. أنتوا شغالين أبرز الأماكن اللي شغالين فيها فين يا فندم؟ إحنا شغالين في أكتر شغل جالنا الحمد لله في إبلي. أيوه. في الصعيد. الصعيد. من أول الفيوم وبني سويف والمنيا وأسيوط وإينا والأقصر وأسوان. مشروعات تكلفتها في حدود كام يا سعيد؟ إحنا اللي معانا دلوقتي في حدود 2.4 مليار إن شاء الله، يعني حياة كريمة يعني. من وجهة نظرك تتوقع ممكن المشروعات دي يتم إنجازها في فترة قد إيه يا فندم؟ والله إحنا الماكسيمم بتاعنا سنة. خلال سنة يتم التعليمات إن هي تخلص خلال سنة. وخد بالك هي بتتابع يعني أنا أعتقد إن هي بتتابع يوميا من مجلس الوزراء ومن رئيس الجمهورية كمان، بتتابع يوميا. بالظبط. إحنا عندنا خمس شركات دلوقتي في الشركة القابضة اللي هم بيشغلين في حياة كريمة. اللي هو بعد الدمج أصبحنا خمس شركات غير شركة أيديلكو متخصصة في الكهرباء يعني. إحنا الخمس شركات كلنا واخدين في حياة كريمة. الشركة القابضة عاملة وحدة اسمها البي إم أو بروجكت مانجمنت اوفيس، الوحده دي لمتابعه حياه كريمه. الشركه القابضه بتتابعنا. ايوه. عشان خاطر وزاره قطاع الاعمال بتتابعنا. ايوه. وبتتابع الشركه القابضه وهكذا، فكله خلاص مفرغ نفسه وكله مستعد لحياه كريمه ان شاء الله يعني.